عمر يعيد فتح مشكلته مع قمر الطائي، وما علاقة المشكلة بلانا محمد؟ واغت مروان وركوب الخيل، شاهدوا المزيد من التفاصيل. قام نورمال بإلغاء المتابعة لريدار فجأة، وكل المتابعين استغربوا من هذا الأمر. وهناك من يعتقد أن نورمال ألغى المتابعة بسبب مساعدة ريدار لقمر الطائي، خصوصا أن قمر في مقابلتها في صباح الخير يا عرب قصفت نورمال للمرة الثانية ونفت أنه جزء من شهرتها ونجاحها. وأيضا قمر الطائي مؤخرا قامت بحذف فيديو جمعها مع نورمال ونفت علاقتها به، وجاءت هذه الخطوة من قمر الطائي ردا منها على الإشاعات التي تقول أن قمر تغار من لانا بسبب نورمال. فما رأيكم بخصوص كل هذه الأخبار؟ وشو رأيكم بخصوص إلغاء نورمال المتابعة لريدر؟ غيث مروان قام بمشاركة لقطات من رحلته في مالطا، فبعد وصولهم إلى مالطا تفاجأوا برياح قوية، واليوم هو أول يوم لهم استطاعوا الاستمتاع بأجواء مالطا، وقاموا بنشاطات وفعاليات منها ركوب الخيل. أترككم على ستوريات. نشرب حصاني مي، مش عكيفي، هو قرر يروح يشرب. حبيبي إن شاء الله إيش بعد؟ كمان خلاص خليك، ما مشكلة، نص ساعة عادي، ما مشكلة، نضلنا هون. يلا روح. ركزت على الصورة قبل. هلا بالزيف. بعد لقاء نيرين بيوتي وقمر الطائي بالأمس، فقمر وشيرين تبادلتا المتابعة على الإنستغرام، وهذا يدل على أن هناك تعاون سيجمعهما قريبا. رأيكم بخصوص هذا الخبر؟ وقمنا لنهاية الفيديو، شكرا كثير لدعمكم ومحبتكم، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، حطوا لي لايك حلو، نسلكم بشوفكم بالفيديو الجاي، بحبكم كثير.